ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحمد لله تعالى الولي عند الضراء والمتفرد بالكبرياء، والصلاة والسلام على النبي صفوة الأصفياء وعلى آله وصحبه أئمة الأتقياء. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقي على مسامعكم الشريفة كلمة متواضعة بعنوان احذر سوء الخاتمة، راجيا من الله جل جلاله أن يدخر لنا ثواب ذلك يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأقول وبالله التوفيق، إنها محطة أقلقت العارفين وأرقت الخائفين، محطة لطالما تساقط عندها المذنبون وهلك بأرضها الهالكون. إنها سوء الخاتمة هي تلك المحطة النافذة على النيران والعذاب الشديد، أجارني الله وإياكم منه. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وإن شئتم معشر الأفاضل والفضليات، ذكرت لكم طرفا من أخبار الصالحين الذين جمعوا بين الطاعة والخوف من سوء الخاتمة، لعل ذلك يرد قلوبنا جميعا الآبقة عن الطاعات ويوقظنا قبل فوات الأوان. فهذا سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا مالك بن دينار رحمه الله كان يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ فيا أيها المذنب، عد نفسك وعد إلى ربك، فالذنوب طريق إلى النار، كما أن الطاعات طريق إلى الجنة. قال الحسن البصري رحمه الله: اتق الله ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. اللهم وفقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين لما تحب وترضى. فيا أيها المذنب، تدارك أمرك وبادر إلى التوبة الصادقة، فإن الأيام والليالي تطوي عمرك وأنت لا تستشعر. والعاقل من استعد للقاء ربه تبارك وتعالى وتوقى سوء الخواتيم. وحاسب نفسك واصدق في محاسبتها، وتذكر الموت، وتذكر أن المعاصي والذنوب طريق إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، واسعى إلى صلاح باطنك وظاهرك، فإن الموت زائر قريب. ومن خاف جد واجتهد وهرب، فاهرب من الذنوب إلى غفار الذنوب وستار العيوب، وابدأ حياة جديدة مفتتحة بالتوبة ومختومة بالعمل الصالح، عسى أن تكون من الناجين والسالمين من سوء الخواتيم بإذن رب العالمين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته، وفي رواية: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فاللهم وفقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إلى عمل صالح ثم اقبضنا عليه،
بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.